عشان تعملي احلى بسبوسه مرمله لازم اول حاجه بتجيبي الدقيق الصومالينا الناعم وبتدي له شويه جوز هند وذره بيكنج باودر وتقلبيهم مع بعض. الخليط السائل اللي هو السمنه واللبن والسكر وشربات تقيل يبقى سايح دافي. قلبيه عجنيه مع بعض ما تبسهوش، عجنيه تطلع عندك مرمله، ولازم تسويها الاول على درجه حراره 220 وبعد كده تخفضي بعد 5 دقائق الى 200 وتسيبيها 25 دقيقه. عشان البسبوسه دي السومولينا بتاعك بينفش في الفرن لازم تكون نص عقله صبعك بالظبط، عشان بعد السوى تبقى دبل عقله صبعك، نص عقله صبعك، عشان ما تبقاش تخينه وتبقى مكتومه معاك. لازم البسبوسه الشربات بيغلي والبسبوسه سخنه طالعه من الفرن واخده اللون الذهبي الغامق يقابلوا بعض اتنين سخنين على طول هتشرب، لكن في حاله الكنافه والبقلاوه بنستعمل شربات تقيل بارد. اما في حاله الرواني شربات خفيف بس يكون فاتر. تركات البسبوسه لازم تدهني الصينيه بعد ما تدهنيها سمنه تدهنيها بالطحينه عشان الحروف بتاعتها زي ما انت شايفه كده تكون مقرمشه.